الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لذنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من شهر رجب لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 20 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا زلنا مع سيرة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه. تحدثت في اللقاء الماضي عن هجرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الحبشة، وكيف أن الله عز وجل قد جعل له مخرجا، فبقي في مكة يعبد الله سبحانه وتعالى ويقرأ كتاب الله عز وجل إلى آخر ما بينت. لكن طريق الدعوة أيها الأفاضل طريق طويل، طريق شاق لم يذق فيه سيد الدعاة طعم الراحة صلى الله عليه وسلم، لم يذق فيه سيد الدعاة طعم الراحة، بل ظل طوال حياته لا يعرف الملل والتعب والكلل، يخرج يبحث عن أرض يبذر فيها بذرة التوحيد والإيمان، يبحث عن أمل، يفتش بين القلوب، يبحث عن أصحاب العقول وعن أصحاب الفطر النقية والعقول السوية والقلوب النقية لعله يجد بأبي وأمي وروحي من هؤلاء العقلاء الفطناء من يحمله ليبلغ دين الله جل وعلا، لعله يجد من أصحاب هذه القلوب من يبلغ دين الله جل وعلا. والعجيب أن أبا بكر رضي الله عنه لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي مرحلة من مراحل الدعوة، ولذلك قلت هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المراحل والأطوار، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المراحل والأطوار، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الأسفار، فكرمه ربه تبارك وتعالى فكان ضجيع النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار.
لم يترك الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يسلك طريقا من طرق الدعوة إلا وكان معه. ذكرت لكم أن الصديق كان خطيبا مفوها، وقد لا يعرف كثير من أبناء الأمة عن أبي بكر هذا، كان أبو بكر رضي الله عنه خطيبا مفوها، فلقد كان فريد عصره ووحيد زمانه في علم الأنساب، فلقد كان فريد عصره ووحيد زمانه في علم الأنساب، فلقد كان أعلم أهل قريش بالأنساب بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وظف أبو بكر رضي الله عنه هذا العلم وهذا الفهم للقبائل من حوله. أرجو أن تتدبروا معي جيدا، فإن درس الليلة في غاية الأهمية، وأنا ذكرت أنني لا أسرد السيرة على أنها حدوتة أو قصة، إنما قد أذكر سطرين اثنين أو خمسة أسطر أو صفحة واحدة، ونقضي الساعة كاملة معها لما تحويه هذه من دروس وعظات وعبر نحتاج إليها الآن ونحن سائرون على درب الدعوة وعلى طريق التربية. تدبروا درس الليلة جيدا. وظف الصديق رضي الله عنه هذا العلم وهذا الفهم للقبائل وهذه المعرفة بالأنساب